حضرتك النهاردة الجمعة وحصل في فيديو كليب عمل في مصر قلق شوية بتاع القس الذي يهدد المحافظ بالقتل أو فهم من هذا ضد العنف على خط مستقيم. مجلس الوزراء عامل لجنة اسمها لجنة العدالة والمساواة، طالبنا بحاجتين محددتين. الأولانية عزل المحافظ لأنه أدى أداء متدني بالنسبة للنوبة وبالنسبة للقرية اللي حصل فيها الكنيسة، فيجب ان هو نتيجة اداؤه المتدني يجب ان يرحل. الحاجة التانية اللي احنا دعينا اليها ان احنا بنقول ان كل اي دار عبادة او كنيسة مورس فيها العبادة يدوها تصريح. هذا هو التراث الانساني، احنا بنألفش، احنا بنرجع للتراث الانساني. شوف التراث الانساني عامل دور العبادة ازاي، وعلى هذا الاساس نطلب مطالبنا. حاجة تانية انه اي حد يدعو الى العنف احنا ضده، ومرفوض الكلام ده، هذا الكلام مرفوض. احنا حركة سلمية وبندافع عن كل المصريين، اقبط ومسلم واخوان وكله كله كله كله، نحن للوطن. ما يفتح حبيبنا. ايوه ايوه ايوه